بحثت الدولة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة إلينا بانوفا برامج التعاون المشتركة وأبرزها مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة. وأشادت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بالشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالتها وبرامجها في مصر، حيث يتم من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة تنسيق الجهود لدعم خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات.